أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد، وموضوعنا اليوم هو أنواع البيانات بـ SQL. مقدمة سريعة جدا، هذا هو الدليل الشامل لـ SQL، تتعلم من خلاله كل شيء بـ SQL، صدقني كل شيء. هذا الدليل محدث باستمرار، يعني تقريبا هنالك درس أسبوعيا موجود، وستحصل على درس كل يوم أحد من هذا الدليل، بالإضافة أن هذا الدليل مكتوب زائد فيديو، يعني أنت تشاهد الآن فيديو لكن هذا الدليل موجود على الموقع. إذا ذهبت learnwithnow.com/sql ستجد هذا الدليل موجود لديك. تمارين تدريجية وتغطي الأساسيات وما بعد الأساسيات، ليس الأساسيات فقط لكن ما بعد الأساسيات، وصدقوني ستتعلمون هنا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة بالرغم من بساطة العرض، لكن ستتعلمون أشياء كثيرة، ولا تحتاج إلا أن يكون لديك متصفح وموقع fiddle.com أو db-fiddle.com مفتوح وتقوم بالتدريب عليه. هذا فقط ما تحتاجه، لا تثبيت قواعد بيانات ولا شيء، لا شيء يمنعك اليوم من تعلم SQL. طبعا موضوعنا اليوم هو Data Types. بالنسبة للData Types يعني أنواع البيانات، نحن استخدمناها بالتمارين السابقة، وهنالك الكثير من أنواع البيانات التي لم نستخدمها، وفعليا بعضها يعني يستخدم في حالات خاصة، ليس دائما يستخدم. هنالك أنواع دائما تستخدم، فهذه الأنواع التي دائما تستخدم وشائعة هي التي سأقوم بإجراء تمارين عليها أو إنشاء تمارين عليها. صيغة التمارين هي فقط إنشاء جداول، والفكرة الآن هي أنك يعني أن تشعر بالبيانات، أن تفهم البيانات. ماذا يعني ذلك؟ يعني قاعدة بيانات SQL أو أي قاعدة بيانات هي ليست فقط موضوع تقني صعب الفهم أو معقد، لا، هو شيء يعبر أو يساعد على فهم الواقع، وبالتالي لديك بيانات واقعية وثم التعامل مع SQL، هذا الشيء الذي يجب أن يصل إليك. فالطريقة التي أعرضها الآن أريد منك بالنهاية أن تصل لمرحلة أن ترى البيانات أمامك، أي نوع من البيانات، وتستطيع أن تفكر بقاعدة بيانات تديرها فورا. كيف ذلك؟ من خلال إجراءك لهذه التمارين بشكل تدريجي، تمرين تلو تمرين تلو تمرين، ثم أنت يصبح لديك مهارة فهم البيانات وفعلا كيفية التعامل معها بإسكيول. بخصوص هذا الموضوع سيكون لدينا يعني فيديو عدد 2 لهذا الموضوع، لأن أريد إنشاء فيديو قصير نوعا ما، أحاول أن يكون فيديو قصير. فاليوم سنناقش أنواع البيانات بSQL الرقمية وأنواع البيانات النصية. وماذا يعني رقمية وماذا يعني نصية؟ ما هذا الكلام المعقد؟ بكل بساطة، الرقمية عندما تريد أن تخزن بقاعة البيانات قيمة رقمية. مثلا ما هي القيمة الرقمية؟ مثلا عدد معين، رواتب الموظفين قيمة رقمية، بعد كوكب معين عن الشمس، هذه قيمة رقمية، رقم يعني مجرد رقم، لكن هذا الرقم يمكن أن يكون رقم عادي صحيح. مثلا اللي نتحدث مثلا عن عدد معين، مثلا إذا أنت تبيع الأقلام مثلا وتريد أن تعبر عن عدد الأقلام بقاعة البيانات، فعدد الأقلام لا يمكن أن تبيع قلم ونصف، صحيح؟ قلم واحد فهو عدد صحيح، فأنت تحتاج عدد صحيح لعدد الأقلام. مثلا إذا كنت أنت تتعامل مع رواتب الموظفين، رواتب الموظفين يمكن أن تكون مثلا 150 ونصف، يعني 0.5 ونصف أو 0.7 مثلا، بمعنى أن يمكن أن يكون راتب الموظف مثلا 5000 و يعني رقم معها بالرقم عشري. فإذا بهذه الحالة يمكن أن تقول يمكن أن أستخدم أنا فاصلة عشرية لهذا الموضوع، ورقم الصحيح لا يحتمل الفاصلة العشرية، تحتاج لرقم فاصلة عشرية مثل الديسيمال الذي تعاملنا معه بوقت سابق. مثلا إذا كنت أنت عالم في ناسا وأنت تقوم بقياس المسافات ما بين الكواكب، هذه المسافات فيها أرقام كبيرة جدا جدا، وأيضا هذه الأرقام ربما تكون صحيحة، إذا كانت صحيحة فأنت تحتاج لرقم صحيح كبير جدا مثل البيج أنت مثلا، بيج أنت، بيج كبير، أنت يعني إنتجر، عدد صحيح كبير، يمكن أن تحتاج ذلك. ولكن إذا كان هنالك أعشار بهذه المسافة، فبالتالي أنت تحتاج ربما أن تستخدم ديسيمال، ربما إذا أردت يعني رقم عدد عشري، أرقام
بعد الفاصل عدد معين، أو يمكن أن تستخدم شيء اسمه float أو double. وفكرة float ودبل بالأرقام يعني أن تعطي رقم أكثر دقة فقط. هذه الأمور إذا لم تستخدمها وتراها فعلا بشكل عملي لن تفهمها، فلا داعي أن تفهمها الآن، فقط خذ الفكرة أن نحن نتحدث عن الدقة فقط، هذه الكلمة دقة الرقم. الموضوع الثاني هو البيانات النصية. البيانات النصية فمثلا أحيانا مثلا أنا أريد مثلا أن أدخل مثلا بقاعدة البيانات نوع المستخدم، فنوع المستخدم يمكن أن يكون مثلا نشيط أو غير نشيط، active inactive. فبهذه الحالة فأنا أعرف أن قيم هذا العمود فقط ستكون إما active وإما inactive، وأيضا هذا رقم رقم معين، أو ربما قيمة هذا العمود ربما تكون مثلا إما Y أو إما N، يعني حرف الـ N أو حرف الـ Y. فبالتالي أنا أعرف أن هذا العمود فقط سيتم إدخال فيه بيانات من حرف واحد. فبالتالي عندما أقوم أنا بتصميم قاعدة البيانات فورا أفكر أنني أريد تحديد فعلا أنا هذا العمود فيه كلمة string من حرف واحد، وبالتالي يمكن أن أستخدم شيء اسمه car. car يعني character يعني محرف واحد، وأقوم بتحديده كرقم واحد، وبالتالي كل البيانات في العمود ستكون فيها رقم واحد، يعني عدد محارف واحدة كلها متساوية الطول. يعني الموضوع الثاني الذي استخدمناه نحن var car، var car الذي هو var يعني variable يعني متغير، كار يعني كاركتر يعني محرف متغير الطول أو string متغير الطول. بمعنى آخر أنا أقول أن هنا أنا أريد تخزين أسماء الأشخاص في هذا العمود، لكن أسماء الأشخاص لا، ليس كل الأشخاص لهم أسماء بنفس عدد المحارف أو عدد الحروف، صحيح؟ يوجد نورس، يوجد أحمد، يوجد علي، كلها أطوال مختلفة، صحيحة؟ صحيح هذا الكلام؟ فبالتالي أنا أريد تخزين الاسم، ماذا أفعل؟ أستخدم varchar لأقول أن يمكنك تخزين الأسماء في هذا العمود، لكن لا يجب أن يتجاوز عدد الأسماء، عدد محارف القيم مثلا 150، يعني أنا أقبل أسماء فيها عدد حروف 150، لا أقبل أكثر. فيمكن أن أستخدم varchar لهذه الحالة. أحيانا نقوم بتخزين نصوص كاملة في قاعة البيانات، مثلا المنشورات مثلا لدي موقع مدونة وأقوم أنا بكتابة منشورات أو مقالات، المقالة محتوى المقالة أين يوجد؟ يوجد في قاعدة البيانات. ما هو طول هذا التكست الموجود أو النص الموجود؟ طوله كبير جدا، صحيح؟ لأنني لا أعرف كم طول هذه المقالة. مثلا المقالة التي تقرأها الآن أو الدليل الشامل، الدليل الشامل مؤلف تقريبا من 10,000 محرف، 10,000، تعرفون يعني 10,000 يعني كبير جدا، صحيح؟ فأين يتم حفظه هذا؟ طبعا أنا أستخدم الآن هذا الموقع ووردبريس، إذا كنت تعرف ووردبريس جيد، لكنت لا تعرف لا مشكلة، لكن ووردبريس يستخدم قاعدة بيانات ماي سيكوال، ويحتفظ بنص المقالة هذا، أين يحتفظ بها؟ بقاعدة البيانات. وما النوع هذا؟ نوعه تكست، فإذا يكون نوعه تكست، هذا المحتوى محفوظ بعمود نوعه تكست. وأيضا إذا أتوقع أن يكون في هذا هذه الخانة عدد كبير أو نص كبير جدا جدا جدا، فيمكن أن نستخدم شيء اسمه long text، نص طويل أو نص عادي أو نص medium، ليس يعني كبير كثيرا وليس صغير، يعني medium. فهذا بخصوص هذه الأنواع، أنا أحببت أن أشرح عنها بهذه الطريقة ثم سنتدرب عنها. فإذا موضوعنا اليوم كما قلت هو فقط تمارين، وبالتالي التمرين سيكون بالشكل التالي. بداية يقول قم بإنشاء جدول عن حركة الكواكب. لدينا هذا الجدول، هذا الجدول فيه ID، وتلقائي أنت تفكر، أنا سأسألك وأنت تجيب. إذا أردت إنشاء هذا العمود ما النوع الذي سأعطيه إياه؟ وهل هو primary key أم لا؟ هل هو مفتاح أساسي أم لا؟ فإذا الإجابة الآن، الإجابة هي أن هذا هو معرف كل صف هنا، وبالتالي سأعطيه أنا معرف كل صف هنا، وبالتالي أنا سأعطيه primary key وأيضا end لأنه رقم صحيح، وأيضا auto increment حتى يتم زيادته بشكل تلقائي. لدينا هنا نوع اسم الكوكب، أسماء كل الكواكب هنا لدينا مثل عطارد وفينوس والزهرة والأرض والمريخ، هذه الكواكب كلها. وهنا لدينا
أن كم فترة دوران الكوكب حول الشمس؟ يعني تعرفون كل كوكب يدور حول الشمس، فكم مدة بالأيام يدور حول الشمس؟ فلاحظوا هنالك أعشار، تقول لي كيف يعني أعشار هنا؟ فهذا شيء عادي جدا، يدور مثلا يوم ونصف، يدور يومين ونصف، يدور 3 أيام و3 أرباع مثلا، هذا شيء عادي جدا. فهذا جيد، يمكن أنا أعتبرها إذا أردت أن أحدد نوعها، ما نوعها سيكون؟ سيكون ديسيمال، صحيح؟ لأنها فيها أعشار، ما رأيكم؟ ديسيمال وفيها قيمتين بعد العشر، فبالتالي يمكن أن أقول أن هنا عدد الأيام يمكن أن يكون من 10 خانات، وبعدها هنا خانتين بالديسيمال. الآن هنا هي المسافة بين الكوكب والشمس، هذه المسافة جيد بالكيلومترات، بملايين الكيلومترات أكيد، يعني ليس 57 كيلومتر، 57 مليون كيلومتر. فهذا جيد. كما أيضا لاحظوا برأيكم ما هي؟ هي رقم كبير، ستكون رقم كبير، ويمكن أن يكون فيه أعشار، يعني ربما تكون المسافة بين الكوكب والشمس مثلا 1.5، ممكن 1.2، ممكن، لما لا؟ هذه القيمة ممكنة. أنا أريدك أن تفكر بهذه الطريقة، أن تفكر أن هذه القيمة ممكنة أم لا، لأن بالنهاية هذه البيانات تعبر عن شيء واقعي، عليك أن تصل بالواقع. أنا لا أعلمك تقنية، نتعلم التفكير. فبالتالي هذا الرقم أيضا يمكن أن يكون كبير جدا، يمكن أن يكون أم لا، يمكن أن يكون كبير جدا. نحن نتحدث عن مسافة ما بين كوكب والشمس، فبالتالي هذا الرقم يمكن أن يكون كبير جدا، والأرقام بعد الفاصلة يمكن أن تكون أرقام لا نهائية. إذا كنا نتعامل مع القيم العلمية، فبالتالي نحتاج هنا أن نستخدم شيء اسمه float. float لأنها تأخذ عدد كبير من الأرقام بعد الفاصلة، جيد؟ فبالتالي يمكن أن ننشئ هذا. كيف سننشئه؟ سننشئه بالطريقة التالية، سنذهب إلى هنا ونكتب اسم create table، جيد. سأكتب data، يمكن أن تسميه أي شيء، لا مشكلة. وهنا سنضيف الأعمدة، العمود الأول هو ID لهذا، جيد. سيكون أكيد سيكون end، أكيد سيكون primary key، وأيضا سيكون auto increment، لأنني عند الإدخال لا أريد أن أضيف ماذا؟ الID. name اسم هذا الكوكب، الأسماء محددة، يعني محددة الطول، ليس محددة بشكل دقيق، لكن ربما أقول أن أكبر كوكب أو أكبر طول لكلمة كوكب، لاسم كوكب، يمكن أن يكون 50، ربما يكون 50 وربما يكون 100. الموضوع الثاني هو مدة الدوران، فإذا دعونا نسميها هكذا، مدة الدوران. فمدة الدوران كما اتفقنا هي رقم، لكن يمكن أن يكون فيه رقم ديسيمال، فعشري، يمكن أن يأخذ قبل الفاصلة مثلا 10 أرقام وبعد الفاصلة رقمين فقط، على أساس مثلا يمكن أن يقبل أرقام مثلا 10، مثلا رقم هنا، أي رقم قبل الفاصلة وبعد الفاصلة يمكن أن يقبل هكذا، مثلا 75 أو هكذا يمكن أن يقبل، لكن لا يقبل هكذا، هذه 3 أرقام ويقبل 2، جيد. فإذا هذا هو الموضوع الثاني الذي يمكن أن نقوم به، الذي هو الديستانس ما بين الكوكب والشمس، واتفقنا أن هي قيمة فلوت، رقم يعني بملايين الكيلومترات، وليس لا نستطيع أن نحدد دقته فعليا، يعني كما يمكن أن نحدد مدة دوران الكوكب حول الشمس. فإذا هذا هو الجدول، إذا قمت بران لنرى هل يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ. والآن يمكن من هنا أن أخذ الـ insert data حتى نعرضها أمامكم، ولكن أنا غيرت بها، فبالتالي يجب أن أغير. بداية هذا الجدول اسمه insert into data، اسمه data، الاسم هو فقط أنا قلت name، وهنا اسميته أو period هكذا، وبالنسبة للdistance فقط أسميتها distance، يعني غيرت الأسماء عادي جدا. بدل run لا يوجد أي مشاكل. الآن يمكن أن أكتب select all from data و run، يفترض أن يظهر لي كل شيء، وظهر لي الكواكب وأمورها. انتهينا من هذا القسم، الآن القسم الذي بعده والسؤال الذي بعده. السؤال الذي بعده يتحدث عن الكتب وعن كيفية أن، والسؤال هو أن ننشئ هذا الجدول، هذا الجدول الذي أمامك.
فكيف ننشئ؟ لدينا هنا بوك اي دي، لدينا تايتل، لدينا اسم المؤلف، لدينا الملخص. فالان لنفكر معا بهذه الداتا. لدينا هذا الجدول، هذا الجدول يمكن ان يكون موجود باي مكتبه، اي مكتبه اذهب ستجدون هذا الجدول موجود كجدول اكسل او كجدول مكتوب على ورق، لا اعرف، هذا الجدول موجود في كل مكتبه. فانت فكر فيها بهذه الطريقه. بدايه انا لدي البوك اي دي، البوك اي دي يعني اي دي، يعني يجب ان يكون ماذا؟ انت اجب. فإذا خذ وقتك، قم بإيقاف الفيديو، حاول أن تفهم هذا الجدول ثم نقوم بإنشائه. فإذا يحتاج اي تي، صحيح، هذا معرف، كل جدول يحتاج كولوم او عمود معرف. هذا المعرف يجب ان يكون سهل جدا، انت برايمري كي اوتو انكريمنت، انتهينا. بالنسبه للتايتل هو عنوان الكتاب، عنوان الكتاب يمكن ان يكون متغير الطول، صحيح ام خطا؟ هل كل الكتب لها نفس الطول، او هل اسم الكتاب هو نص طويل جدا؟ الاجابه لا، هو ليس نص طويل جدا، هو نص تقريبا قصير، ويمكن ان احدد انا عدد محارفه الاكبر. فربما اقول ان التايتل هنا لهذا الكتاب يكون، او عنوانه يمكن ان يكون مثلا 150، جيد، ممكن ان احدد، او 100، هذا حسب تفكيري انا كيف افكر، حسب الداتا، فعليا حسب الداتا التي لدي يمكن ان احدد هذا الموضوع. اسم المؤلف، اسم المؤلف ايضا يمكن، طبعا اسم المؤلف ايضا هو على فكره، اسم المؤلف هو ايضا متغير الطول، لان كما قلت الاسم لا يمكن التحكم بعد محارفه. يمكن ان اقول ان الفارك اكبر عدد، يعني اسم باكبر عدد محارف يمكن ان يكون 150 محرف، لكن هنا لغرض التدريب انا قلت ان هذا الاسم يكون ثابت طوله 50 50، هذا لغرض التدريب لكنه غير واقعي، جيد. اما بالنسبه للسمري فهو شيء واضح ان الملخص هنا يمكن ان يكون طويل نوعا ما، فبالتالي يمكن ان اعتبره عباره عن تكست وليس لونج تكست وليس ميديوم تكست، لانه تكست يعني نوعا ما كبير، جيد، لكن اكبر من كار واكبر من باركار، جيد، اكبر من 255 محرف. فساعطيه هذا السمري تكست. فاذا لنرى، لننشئ هذا الشيء، فبنفس الطريقه سنقوم بكرييت تيبل، سيكون اسمه بوكس، وبشكل سهل جدا اي دي and auto increment، او مثلا primary key auto increment، primary key auto increment، وثم التايتل، التايتل اتفقنا ان يكون باركار، الذي هو اتفقنا 100 حسب السؤال، يعني انت اقرأ السؤال واجب عليه. وبالنسبة لاسم المؤلف نحن قلنا انه يجب ايضا ان يكون باركار، لكن لاغراض التدريب سنقول انه قسم ثابت كار مثلا 50. وهنا بالنسبة للسمري فهو تكست غير محدد الطول. إذا قمت بران لنرى هل يوجد أخطاء، يوجد أخطاء، فما هو الخطأ؟ طبعا الخطأ أنا لا يوجد جدول اسمه داتا، لأن هنا يجب أن أكتب بوكس، وأيضا يجب أن أقوم بإنسير داتا. فإذا أين هي الداتا الكتب؟ ها هي. فإذا لنقوم بإنسير داتا، جيد، بهذا الشكل هنا. فالآن سنكتب insert data، لدينا title صحيح أعتقد واسمه box، فإذا run. فإذا هنالك أيضا خطأ، ما هو الخطأ؟ طبعا الخطأ أنني لم أضف هذه الفاصلة هنا، أنا أعتذر. فإذا هذا هو وهذه هي. طبعا ربما تسألني تقول لي طيب كيف أن أنت قلت أن الكار يجب أن يكون عدد محارف معين، يعني 50 في حالتنا، وهنا مثلا هذا طولها مثلا 20 وهذا 13، لماذا أنت تقولين أنه عدد محارف معين وهي مختلفة عدد المحارف؟ لاحظوا، لو أنا مثلا جلبت مثلا، دعوني أجرب الحالة الأولى التي هي أن نزيد من أكبر من 50. مثلا لو قمت بجلب هذا كله، جيد، ووضعته بالاسم هنا، جيد، وقمت بران يفترض أكبر من 50، لاحظوا سيقول لي أن الداتا too long للكولوم لأن أكبر من 50، جيد جدا. لكن السؤال الآن بقي لدينا أن ماذا لو كان أقل من 50؟ ما الشيء الذي يحدث؟ فعليا هنالك آلية للتعامل مع ذلك بـ SQL، وهذه الآلية هي التالية، هو أن ماذا تفعل SQL؟ إذا قلت أن هذا هو 50 فهي تقوم بحجز له فعلا 50،
لكن يظهر لك ماذا؟ عدد المحارف الطبيعي الذي لديك، الذي هو ماذا؟ الذي هو مثلا 19 أو 20. فإذا عدد هذه المحارف يظهر لك 20 كـ20، لكن SQL تحجز له 50. وبالتالي أنت لا تستخدم كار هنا إلا فعليا للشيء الذي أنت متأكد أن طوله كذا. طوله مثلا بعض البيانات كما قلت أنها فقط تحتاج يعني تحتاج قيمة واحدة أو محرف واحد أو خمسة أو مثلا أربعة محدد. مثلا عندما نتحدث مثلا عن عندما نريد أن نضيف خانة مثلا إما ميل وإما فيميل، تقريبا العدد معين لا يمكن مثلا أن يتجاوز ستة، فيميل ستة وميل أربعة، لا يمكن أن نتجاوز هذا العدد. فبهذه الحالة نحن نحدد كار ستة مثلا. فمثلا لو أنا أضفت مثلا، دعونا نجرب هذا، حتى طبعا هذا عزيزي المتابع ليس له علاقة يعني ليس له علاقة بجدول الكتب مثلا، لكن لو أنا مسحت هذا فقط لغايات التدريب، الآن لغاية التدريب مثلا هكذا، وهنا كتبت مثلا جندر هنا، فسيكون كار ويكون 6. فبالتالي هنا بالإنسيرت، عندما نقوم نحن بإنسيرت بالجدول هنا فقط سندخل الجندر الذي لدينا هنا، وسأمسح هذه الأشياء كلها التي لا نحتاجها هنا. وبالتالي هنا فقط سندخل إما فيميل، وهنا سأكرر هكذا، وإما ميل. جيد. مثلا لو أدخلت هنا شيء آخر مثلا هكذا هكذا شيء آخر، ويجب هنا أن أكتب فاصلة منقوطة وران. فإذا الشيء الذي يحدث هنالك سيقول data too long for gender، لأنه هو فقط محدد 6 وأنا أعرف أنه فقط 6. مثلا لو أنا أدخلت مثلا بهذا الشكل في على أساس هي اختصار مثلا لفيميل، فهو هذا سيقبلها لا مشكلة بها. لكن لاحظوا طول المحرف هنا 2 وأنا وضعت 6، لكن بي اس كيو ال ستحدد لها ماذا؟ مسافة 6، 6 محارب ستحدد لها 6 بشكل انترنا بشكل داخلي. فإذا كان فعليا كما قلت هنا عليك أن تتنبه لهذا الموضوع بطريقة تفكيرك. إذا كان عدد المحارب هنا أنت لست متأكد فعليا من القيم أو عدد محارب القيم، فاستخدم var char. شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم سيكون الدرس حول أيضا الداتا تايب الجزء الثاني. مع السلامة.